حقيقة طلاق نانسي عجرم. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. تداول معجبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال الساعات الماضية أنباء بشأن طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بعد زواج دام 13 عاما. وكان من أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم هو الصحفي اللبناني إيلي باسيل الذي نشر صورة لها مع زوجها عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وغرد معها عاتب ولوم من غير فراق أكيد سنصل إلى اتفاق لو ليس من أجلنا فهناك أحدا بيننا من الممكن أن يضيع من الفراق. لكن نشر برنامج إيتي بالعربي مقطعا صوتيا للدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ينفي فيه هذا الخبر جملة وتفصيلا ويؤكد أن نانسي أمانة وأنه لم يكن على علم بانتشار شائعة التلكؤ منها وأنه في طريق عودته إلى المنزل. ميريام ما فيني أكتب لك لأنا عم سوق بس لقلك ميرسي ما تعطي لي هم كذا كذا مش بيشنت كذا فان بعت لي هلا يعني من عائلة نانسي أنتم بعتبركم وأنا عم استغرب من طلعت الخبرية هلا نزل طالع هلا على البيت لشوف شو القصة. على كل حالة لا ما تعطي لي هم أكيد نانسي أمانة حبيبتي أنتم كلكم بتعقدوا ما في منكم يلا أوكي أبيانتو. وفي سياق متصل نفى جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية شائعة طلاقها وأكد أنها مع زوجها في الوقت الحالي. وفسر لامارا ظهور مثل تلك الشائعات عن نانسي عجرم لكي يتم تشتيت الجمهور عن فنها ناصحا مروجيها أن يركزوا على فنها وأن من يرغب في تقديم فن أفضل من فنها عليه أن يجتهد. ووصف جيجي لامارا الشائعات التي تطول نانسي عجرم بأنها مغرضة وبلا طعم. يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت الشهر الماضي بحفل زفاف شقيقها نبيل عجرم كما أنها طرحت في شهر يوليو تموز الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية نانسي تن وهو العاشر في مسيرتها الفنية. ويشمل الألبوم الجديد 14 أغنية باللهجات اللبنانية والمصرية والخليجية. وردا على الشائعات كتبت نانسي منشورا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمات من أغنية 150 التي صدرت بألبومها الأخير نانسي تن فقالت من بين كل سريق لعيني. فاعتبر المتابعون بتعليقاتهم أن نانسي توجه هذا الكلام الرومانسي لزوجها فادي